بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل المحاضرة الرابعة من مادة الراديولوجيكال اناتومي التشريح الإشعاعي. هنتكلم على الراديولوجيكال اناتومي اوف ذا لانج. جروس اناتومي، ذا لانج لاي ان ذا ثوراسيك كافيتي. الرئتين موجودين فين؟ التجويف الصدري. سيبريتد باي ذا هارت اند ذا ميديستاين، يفصل ما بينهم الهارت والميديستاين. بنقول على رغم ان الاتنين لونج بيبانوا ان هم شبه بعض، بس هم فيهم اختلافات من حيث تقسيمه بتاعتهم والبرونكيال والفاسكولار اناتومي. رايت لونج هنلاقيها بتتكون من 3 لوبس، 3 فصوص. الفصوص دي لما نيجي نقسمها لمقاطع اصغر اللي هي السيجمنت فبتبقى حوالي 10 سيجمنت، انما الليفت لانج بتتكون من فصين اتنين ب 8 سيجمنت. الاتنين لانج بيتغطوا بغشاء رفيع جدا بنسميه بلوره، الغشاء البلوري اللي هو بيفصلهم عن الشيست وول. اللوب اوف ذا لانج ار اولسو انكمبليتلي سيبريتد، في ما بينهم فيشرز بس مش كامل بيفصل ما بين اللوبس بتاعة اللنج. كل لنج عندها اوبليك فيشر اند هوريزونتال فيشر، بس المور برومينانت ان الرايت لنج بشوف فيها الاوبليك والهوريزونتال، انما في الليفت لنج بشوف الاوبليك فيشر والهوريزونتال بالنسبة لنا بيبقى تخيلي. ده كده الثراس الكيج بتاعنا، القفص الصدري. القفص الصدري عندي هتلاقيه بيتكون من anteriorly الاسترنم عظمة القص، posteriorly في الظهر هلاقي الدورسال فيرتبرا، على الجناب هنلاقي الريبس الدلوة. عندي التو لانج اللي بيبينولي في الأشعة العادية على هيئة سواد، لو ابيضت يبقى كده معنى كده ان انا عندي باثولوجي موجود. قلنا الرايت لانج في اوبليك فيشر بيقسمها ل ابر ولور لوب، نفس الفيشر بيفصل الليفت لانج ل ابر ولور ليفت لانج لوب. هنلاقي في فيشر تاني جاي بالعرض بيقسم لي الابر لوب لجزئين، ابر وميدل لوب. فيبقى كده الرايت لانج ليها 3 فصوص، ابر وميدل ولور، والليفت لانج ليها فصين اتنين بس اللي هو الابر اند لور، بينهم الهارت والميدياستاينم اللي بتمشي فيه الجريتر فيزلز. فلما نيجي كده نحصر ايه الاختلافات اللي بين الرايت لانج والليفت لانج، الاتنين في الشكل في الاستراكشر زي ما هو زي بعض، في الوزن في الويت زي بعض، انما هنقول ان الاختلاف اول حاجه ان الرايت لانج فيها اتنين فيشر الاوبليك والترانسفيرس او الهوريزونتال، قسمها لتلاته لوب. الليفت لانج فيها وان فيشر قسمهم لاتنين لوب. طيب هو اللوب التالت فين اللي في الليفت لانج؟ ده مش موجود، اوكيوبايد حل محله الهارت. قلنا الرايت لوب بينقسم الى 10 سيجمنت، في حين ان الليفت لوب ينقسم الى 8 سيجمنت. طب هي ايه فايدة السيجمنت ان احنا قسمناها لوحدات اصغر؟ علشان نعرف نقول هو الوحدة دي البرونكس الجزء اللي رايح لها من الشعب الهوائية والارتري والفين والليمفاتيك سيستم بتاعتهم فيها مشكلة ولا لا؟ هل اللنج كلها فيها مشكلة ولا في سيجمنت معين؟ طب هل السيجمنت ده واحد ولا كذا سيجمنت في اماكن متفرقة او مجمعين مع بعض؟ فده بيفرق بالنسبة للكلينيشن في فين الايديال بوزيشن او كوريكت بوزيشن للديزيز او الفوكال ليجن اللي موجودين. زي ما عندي اتنين لونج هلاقي ان التراكيه القصبه الهوائيه لما تيجي تنقسم بتتقسم ل اتنين برونكس بنسميهم الرايت اند ليفت من برونكس. هل في اختلافات؟ اخدتوا السنه اللي فاتت في التشريح ان في اختلافات، ان الرايت برونكس more vertical and
وايدر ذان ذا ليفت برونكس. عشان كده لما يجي يقول لك في طفل شرق، طب هندور على الفورم بادي اللي هو استنشقه، نبص على مين اكتر، نبص على الناحيه رايت. ليه؟ لان الرايت برونكس نازل فيرتيكال اكتر من الليفت برونكس اللي هو واخد هوريزونتال كورس. بعد كده البرونكس المين برونكس ده هيتقسم على حسب كل لنج بتتكون من كام لوب، فهلاقي ان رايت لنج اتكون عندي اتنين برونكس، واحد بنسميه البرونكس انترميدياس اللي هيودي للابر والميدل لوب، واللور برونكس اللي هيودي للور لوب. الليفت لنج هنلاقي فيها اتنين بس، فيها ابر وفيها لور برونكس. ده المنظر الجانبي lateral view of the chest. ادي ده الاوبليك فيشر بتاع الليفت سايد، قسمها الابر ولور. طب الميدل معنديش هنا ميدل لوب، دي حل محله الهارت. الرايت عندي اوبليك وعندي هوريزونتال، قسمهم لابر وميدل ولور. دي السيجمنت بتاعه اللونج، قسمناهم ليه؟ الابر هيبقى عندي فيه ثلاثة سيجمنت، سيجمنت امامي هنسميه الانتيريور، وسيجمنت خلفي بنسميه بوستيريور، والسيجمنت اللي فوق اللي عند القبه بتاعه اللنج ده بنسميه الابيكال. طيب الليفت يا دكتوره هل في ثلاثة سيجمنت؟ في اتنين سيجمنت بس، في الابيكال والانتيريور بوستيريور اتحدوا مع بعض فبنسميها انتروبوستيريور. الميدل لوب واللي قصادها اللينجولا في الليفت لوب، الميدل لوب هنلاقيه يتقسم لاتنين سيجمنت، الميديال واللاترال سيجمنت، اللاترال اللي بره والميديال اللي جوه. اللينجولا هنلاقيها اتقسمت لاتنين سيجمنت، سوري، واحد سوبيريور واحد انفيريور. طيب نيجي للور لوب، هنلاقي ان اللور لوب اتقسم لاربعة سيجمنت، واحد من ورا فبنسميه البوستيريور سيجمنت، واحد من فوق بنسميه السوبيريور سيجمنت، وعندي ميديال وعندي لاترال بوستيريور سيجمنت. زي ما انا عندي سيجمنت لللوب فانا برضك عندي سيجمنت للبرونكاي، بمعنى قلنا الرايت لانج 3 لوب راح لهم 3 مين برونكس، اتقسموا لي 10 سيجمنت. ال 10 سيجمنت دول هيروح لها برانش من البرونكس، وهيروح لها برانش من البلمونري ارتري، وهيخرج منها برانش من البلمونري فين. الوحده دي على بعضها بنسميها بلمونري سيجمنت، ماشي؟ طيب مهمه جدا في الباثولوجي بتاعها، لان الوحده دي هتبقى عباره عن الفيولاي حويصلات هوائيه، برونكس، ارتري، وفين، وليها ليمفاتيك درينج. في ديفرنس بين الاثنين بردك في البرونكيال تري، في ان انا عندي قلنا ان الرايت برونكس بيتقسم وهو داخل اللنج لاثنين، واحد بيتجه لفوق بنسميه الانترميدياس، وواحد بيتجه لتحت بنسميه اللور. طب الانترميدياس ده هيتقسم نفسه اتنين برانشز، واحد يروح للابر لوب وواحد هيروح للميدل لوب. وقلنا ان الرايت برونكس اكبر من الليفت برونكس ومور فيرتيكال في الكورس عكس الليفت اللي هو واخد هوريزونتال كورس. دي شكل برونكيال تري، ادي تراكيه اتقسمت لاتنين من برونكس، الاتنين من برونكس في الناحيه الرايت اتقسمت لواحد فوق واحد نازل لتحت، اللي فوق اتقسم نصين، واحد طلع للابر لوب والتاني راح للميدل لوب. اللي في الليفت العكس، انا عندي واحد كبير طالع لفوق وواحد كبير نازل لتحت، وبيتقسموا لسيجمنت على حسب السيجمنتال ديستريبيوشن اوف ذا لانج. البلورا قلنا ده الغشاء البلوري، وده سموث ممبرين، ده سيروس ممبرين لو تو لير. المواجه لللانج بنسميها الفيزرال بلورا، واللي مواجه للثراسك كيج العظم بنسميه البارايتال بلورا.
بينهم سائل خفيف جدا بيسمح بحركة الاتنين فوق بعض وما يحصلش بينهم ادهيشن او التصاق. دي بتحمي اللنج من اي انجري وبتسمح بحركة النفس بسهولة. اتقسمت لاجزاء على حسب مكانها. لو احنا بنتكلم على الايبكس بتاعت اللنج اللي عند السيرفايكال ريجون فبنسميها السيرفايكال بلورة، لو بنتكلم على ناحية الضلوع بنسميها الكوستال بلورة، لناحية الديافرام بنسميها ديافراتيك بلورة، واللي لجوه ناحية الميديستاينم بنسميها الميديستاينم بلورة. طيب هو ايه الميديستاينم اللي احنا عمالين نتكلم عليه ده؟ الميديستاينم ده التجويف اللي في نص القفص الصدري، بنلاقي فيه مين؟ بنلاقي فيه القلب والأوعية الدموية الكبيرة اللي هي الأورطة والبلمونري أرتري. طيب هل بيتقسم؟ احنا اناتوميكالي بنقسمه لديفيجن علشان نقول الليجن بتاعتي دي موجوده فين بالظبط فسهل على الكلينيشن التعامل معاها. فقسمناه الاول لسوبيريور وانفيريور ميدياستاين. يفرق ما بينهم ايه؟ نيجي عند الانجل اوف لودويج. الانجل اوف لودويج دي الاسترنال انجل. عند الاسترنال انجل الجزء اللي فوقيها هيبقى السوبيريور ميدياستاين والجزء اللي تحتيها هيبقى الانفيريور ميدياستاين. جينا الانفيريوم ميدياستاينم ده قسمناه لثلاثة بارت على حسب موقع القلب. يبقى الجزء اللي فيه القلب ده الميدل ميدياستاينم، الجزء اللي قدام القلب سميناه الانتيريور، والجزء اللي ورا القلب سميناه البوستيريور ميدياستاين. هو له ريليشن؟ اه طبعا الريليشن بتاعته سوبيريورلي هو مكمل مع الكونكتيف تيشو بتاعه الرقبه، انتيريورلي مواجه للشيست وول، لاترالي اللنج على الجانبين هي والبلوره، بوستيريور ليها هلاقي الثوراسيك سباين، انفيريور ليها هلاقي الدايفرام. ده التقسيمه بتاعت الميدياستاينم على الاكس راي، وفي السي تي بتبقى التقسيمه اوضح من كده كمان. فبنلاقي ان الهارت هو في النص يبقى ده الميدل ميدياستاينم، انتيريور ليه الانتيريور ميدياستاينم، بوستيريور ليه في البوستيريور ميدياستاينم. كل واحد فيه استراكشر معينه وبتخرج منها باثولوجي معين على حسب البوزيشن بتاعها. سوبيريور لو انا اخدت خط كده عند الاسترنال انجل يبقى ده السوبيريور ميدياستاينم، والانفيريور ميدياستاينم اللي تحت اللي اتقسم لانتيريور وميدل وبوستيريور. الهارت، الهارت ده ماسكولار اورجانز، هولو ماسكولار اورجانز، هو عضله مجوفه بتسمح بنقول نقل الدم منها واليها. بيتكون من ايه الهارت؟ من اربع شامبرز، اربع غرف، الاثنين الاتريوم الاوزين والاثنين اللي تحتيهم البوتين اللي هو الفنتريكل. فاصل ما بينهم سبتم، حاجز اللي بين الاثنين اتريوم بنقول ده الانتر اتريوم سبتم، واللي بين الاثنين فنتريكل بنسميه الانتر فنتريكولار سبتم، علشان يمنع انتقال الدم من الناحيه الشمال لليمين والعكس. طيب هو ايه الريليشن؟ القلب ايه اللي بيحوطه؟ انتيريور لينا هنلاقي الاسترنم، بوستيريور لينا هيبقى في ظهره الاسوفيجاس، ديستندنج ثوراسيك اورطه، الازجاس والهيمي ازجاس فين والثوراسيك دكت. سوبيريور ليها فوق القلب هنلاقي التفرع البايفركيشن اوف ذا مين بالمونري ترانك. تحت انفيريور ليها هو مريح على الدايفرام. الجانبين بتاعتنا عندنا اللنج والبلور. قلنا البارتس هو نصين، كل نص عباره عن جزئين، فيبقى عندي بقى عندي اربعه شامبرز. في حاجة بتوصل ما بينهم؟ اه في حاجة بتوصل ما بينهم اللي هي الصمامات بتاعة القلب. اللي هيوصل الرايت اتريوم بالرايت فنتريكل ده الترايكاسبيد فالف. اللي هيوصل الاورطة بالليفت فنتريكل ده الميترال فالف. ادي الشامبر الاربعة بتوع القلب. الناحيه اليمين الناحيه الشمال عندي رايت اتريوم رايت فنتريكل ليفت اتريوم ليفت فنتريكل والسبتم اللي ما بينهم الانتر فنتريكولار سبتم ومكمل فوق الانتر اتريال سبتم. خارج من القلب الجريت فيزلز اللي هم الاورطه خارج من الليفت فنتريكل، البلمونري خارج من الرايت فنتريكل. الاورطه هنلاقي عندنا الاسندنج اورطه، وبعد كده بقى عندي اورتك ارش، وبعدين كمل لورا في الديسندنج اورطه. البلمونري هيطلع لي بالمين بلمونري ترانك اللي هيتقسم بعد كده لرايت وليفت بلمونري ارتري.
الثوراسيك كيج القفص الصدري قلنا عليه قبل كده هيتكون من anteriorly الاسترنم، بوستيريور ليها الدورسال فيرتبرا، على الجناب هيتكون الريبس والكلافيكل. طيب هنقول الريبس ليها ارتكوليشن من ناحيتين، قدام هتارتكوليتد مع الاسترنم فهنسميها القسطو سترنال جوينت، ارتكوليتد بوستيريورلي مع الدورسم فهنسميها القسطو فيرتبرال جوينت. بناخد اول مقطع من الكلمه الاولانيه واول مقطع من الكلمه الثانيه. الضلوع اللي عندي 12 ريبس، فيهم تيبيكال وفيهم الاتيبيكال. تيبيكال يعني شبه بعض في الشكل وفي التركيب، الاتيبيكال دول مختلفين في الشكل. ايه هما الاتيبيكال اللي عندي؟ اللي هو الريب رقم 1 و11 وال12. ال11 وال12 دول بنسميهم الفلوتنج ريبس، دول الفلوتنج ريبس اللي عايمين. ليه؟ لانهم مش ماسكين في الكوستال كارتليج، مش كاملين. طيب هو ليه رقم 1 ده اتيبيكال؟ لانه الشكل بتاعه بدل ما هو تيوبولار كده، لا هو هوريزونتال في الكورس بتاعه وفلاتنت. ده الكلام اللي احنا قلناه على الصورة. الاسترنم عصمة القصر، دي الميد لاين بون، بتتكون من ثلاث اجزاء. الجزء العلوي اللي بنسميه مانيبرم استرناي، الجسم بتاعها اللي بنسميه البادي، والجزء السفلي بتاعها الانفيريور اللي احنا بنسميه الزفويد استرنم او الزفويد بروسيس. بيحصل ارتكوليشن ما بينهم عن طريق هيالين كارتليج او فايبرو كارتليج. هتارتكوليتد مع ايه الاسترنم؟ قلنا اول حاجه هتارتكوليتد مع الريبس علشان تكون القسطو استرنال او استرنو كوستال جوينت او ارتكوليشن. بيمسك فيها من الريب رقم كام؟ بيمسك فيها في البادي من رقم 2 لحد 7. المانيبرم الاسترناي بيمسك في الريب رقم 1، وقلنا 9 و10 و11 و12. 11 و12 دول فلوتنج ماسكين من ورا بس، ما لهمش انتيريور اتاتشمنت. طيب يبقى 8 9 10 دول ماسكين في الكوستال كارتليج مش ماسكين في الاسترنال، زي ما حضراتكم شايفين كده. ادي 7 8 9 ماسكين في الكارتليج مش ماسكين في الاسترنال، و11 و12 ليهم بوستيريور اتاتشمنت ما لهمش انتيريور اتاتشمنت. الاسترنب بنشوفها اي بي او ولا لاترال؟ لا بشوفها في اللاترال فيو. ده المانيبرم استرناي البادي اوف ذا استرنم، وده الزفويد بروسيس، ودي الجروفز اللي فيها مكان الارتكوليشن بتاعه الريبس. نتكلم بعد كده على اليورينري سيستم. احنا كده خلصنا الكلام على العظام، هنخش على السيستمز اللي موجوده عندنا. اول واحد اليورينري سيستم، ده الجهاز البولي، بيتكون من كيدنيز يوريتر اند بلادر، بينتهي باليوريثرا. في فرق بين الميل يوريثرا عن الفيميل يوريثرا. الميل يوريثرا بتبقى شورت، الفيميل يوريثرا بتبقى شورت، انما الميل يوريثرا بتبقى لونج. طيب الكدني، الكدني الاثنين كدني موجودين فين؟ بنقول دول ريتروبروتينيال اورجان. لما اجي اقول هما في النورمال بوزيشن ولا في ابنورمال بوزيشن، بقارنهم بالفقرات. انا بشوف الشادو بتاعهم بادئ من الدورسال رقم 12 لحد اللمبر رقم 3. لو لقيت الشادو اكبر من كده يبقى في مشكله في الكدني، اصغر من كده يبقى في مشكله في الكدني. قلنا اللوكيشن بتاعهم هم موجودين في البوستيريور ابدومينال وور، في البطن من ورا، ورا الغشاء البريتوني. الاستراكشر بتاعها هي بين شيب، شكل الفولي، ليها سوبيريور وانفيريور بول، ليها انتيريور سيرفيس وبوستيريور سيرفيس، ليها لاترال وميديال بوردر. ده شكل الكدني بتاعتنا، وده المنظر بتاعنا اللي بنشوفها في السي تي. احنا شايفينها اهي في البوستيريور ابدومينال كومبارتمنت، ليها سوبيريور بول اللي مريح عليها السوبرا رينال جلاند، وليها انفيريور بول، ليها انتيريور سيرفيس من قدام، وليها بوستيريور سيرفيس من ورا، وليها ميديال بوردر، وليها لاترال بوردر. الريليشن هي ايه علاقتها بالاورجنز اللي حواليها؟ هنلاقي في البوستيريور سيرفيس بتاعها
هنلاقي في جزء من الديافرام موجود، جزء من البريطل بلورة، ال 11 ريب، اللاترال اند ميديال، لامبو ساكرا القرش، والسوس ميجور والترانسفيرس ابدومينال ماسلز. انتيريور ليها ايه اللي يكون مريح عليها من قدام؟ هنلاقي البير اريا اوف ذا ليفر، بوستيريور بورشن اوف ذا رايت كورونري ليجامنت اوف ذا ليفر، البرايتال بروتونيوم، الهيباتورينال ريسيس، الرايت او لوب اوف ذا ليفر، السكند بارت اوف ذا دودينم، اند الرايت كولونيك فليكشر. ده بالنسبه للرايت كيدني. بالنسبه للليفت كيدني اللي هلاقيه قدامها، انا لقيت في الرايت الليفر قدامها، يبقى في الليفت هلاقي السبلين. في الرايت لقيت السكند بارت بتاع الدودينم، في الليفت هلاقي اللوب اوف ذا جاجونم. في الرايت لقيت الرايت كوليك فليكشر، في الليفت هلاقي الليفت كوليك فليكشر، وهزود عليهم التيلو بانكرياس. سوبيريور ليها هلاقي السوبرا ادرينال جلاند. الرينال بلاد سبلاي مهم. الرينال بلاد سبلاي عندنا بتاخد من الرينال ارتري، ده برانش من الاورطه، وبيخرج منها الرينال فين، ده بيروح يصب في الانفيريور فينا كاف، يخرج بجنبهم اليوريتر. اليوريتر ده تيوبلر فايبروماسكولار استراكشر، بيسمح بيه الباسج اوف يورين من الكدني لليورينري بلادر. طوله حوالي من 25 ل 30 سنتي. بيتقسم لثلاث اجزاء، جزء فوق في تجويف البطن بنسميه الابدومينال يوريتر، الجزء اللي في منطقه الحوض بنسميه البلفيك يوريتر، والجزء اللي داخل للمثانه بنسميه الانترا ميورال او الانترا فازيكال بورشن. ده منظر اليوريتر بتاعي، واصل اهو من الرينال بلفيس لحد البلادر. اليورينري بلادر زي ما انتم شفتوها كده، هي مسؤول عن الريسرفوار اوف ذا يورين، بتخزن فيها اليورين. هي تريانجولر في الشيب، مثلثه في الشكل، ليها بوستيريور بيز وليها انتيريور ايبكس، والانفيريور نيك بتاعتها اللي هتبقى مكمله بيه اليوريثرا. اليوريثرا بنقول ارايز منين؟ من النيك اوف ذا بلادر، سراوندد باي ذا انترنال يوريثرال سفنكتر. الانترنال يوريثرال سفنكتر دي اللي مسؤوله عن ان اليورين ما يحصلوش باسج كونتينوس من اليورينري بلادر لليوريثرا الا لما الجسم يقول انا عايز اتخلص من اليورين الموجود زياده عندي. دي شكل البلادر بتاعتنا لما بنيجي نعمل سيستوجرام، تريانجولار في الشيب، تمام. البيز بتاعها بوستيريورلي والايبكس بتاعتها انتيريورلي، اهي ده البيز بوستيريور والايبكس انتيريور. ده منظرها في السي تي وده منظرها في السيستوجرام. لو انا ما حقنتهاش صبغه مش هعرف اشوفها في الافلام. ثانك يو تو بي كونتينوس. يا رب اكون المحاضره نالت اعجابكم، وبالتوفيق باذن الله.